السلام عليكم. في حادثة لم يتوقعها الجزائريون أبدا، وبعد ماراثون طويل لنشر الفتنة والكراهية بين الشعبين الشقيقين، ظهرت الصحفية المغربية فاطمة الزهراء والملقبة بحمالة الحطب، وهي تعتذر وتطلب الصفح والسماح من الشعب الجزائري بعد حادثة رايان والتي تكاتف فيها كل الجزائريين والمغربيين وظهروا بقلب واحد، ولم يبقى لهذه الصحفية سوى تراجع والاعتذار. احنا نسبوهم، صراحة انا كنقدم اعتذار بكل صدق لاشقائنا وخوتنا والشعب الجزائري على اي حاجة يعني بدرات، لان احنا كنضحكوا وتنتقدوا الكرة وهذه واللعب والسياسة وهذا، ولكن احنا عارفين اننا احنا لا انت فاطمة الزهراء كون جاشي اخواننا الجزائريين، كنشكركم على هذا التضامن اللي بكل صدق مهما فرقتنا السياسة ولا فرقتنا كرة القدم، الا ان ريان جمعنا اليوم.